பதிரியங்களுடைய 313 நான்பங்கள் நம்முடைய இந்த மஜ்லிஸில் ஓதப்படுகிறது. யார் ஒருவர் பதிரியங்களை அழைத்து தன்னுடைய தேவைகளை சொல்கிறார்களோ உடனே அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஆற்றலை பதிரியங்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். வரலாறு நமக்கு சான்றாக இருக்கிறது. மர்கசுல் ஹிதாயா தாவத் இஸ்லாமுடைய பதுரு மஜ்லிஸ் பல வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கொரோனாவின் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகள் நடக்கவில்லை என்றாலும் இந்த வருடம் அல்லாஹுவின் மாபிலும் கிருபையால் நல்லோர்கள் நாதாக்கள் குறிப்பாக அஸ்ஹாபுல் பதிலுடைய வரக்கத்தை கொண்டு இன்ஷா அல்லாஹ் இனிதே ஆரம்பமாயிருக்கிறது. பல நிறைவேறிய நியத்துகள், நிறைவேண்டவேறிய நியத்துகள், நோய் ஷிஃபாவுகள், பல விஷயத்துக்காக வேண்டி இந்த மஜ்லிஸுக்கு பல ஊர்களிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார்கள். உள்ளச்சத்தோடு இஹ்லாஸோடு நாம் பதிரியங்களுடைய பெயரை ஓதி தவசுல் செய்வோம். அல்லாஹ் நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றி நோய்களுக்கு ஷிஃபாவை தந்து ஆஃபியத்துள்ள நீடித்த ஆயுளை அல்லாஹ் நமக்கெல்லாம் வழங்குவானாக. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். اللهم انا نسالك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا ابي بكر الصديق المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمر الخطاب المهاجر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان المهاجر رضي الله عنه سيدنا علي بن ابي طالب المهاجر رضي الله عنه سيدنا طلحه بن عبيد الله المهاجر رضي الله عنه سيدنا زبير بن عوام المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجر رضي الله عنه سيدنا سعد بن ابي وقاص المهاجر رضي الله عنه سيدنا سعد بن زيد المهاجر رضي الله عنه سيدنا ابي عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه رضي الله عنه سيدنا عبي بن كعب الخزرجي انصاري رضي الله عنه وسيدنا الاخنس بن حبيب المهاجر رضي الله عنه سيدنا الارقم بن ابي الارقم المهاجر رضي الله عنه وسيدنا اسعد بن يزيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا انس بن معاذ الخزرجي رضي الله عنه سيدنا انس مولى رسول الله المهاجر رضي الله عنه سيدنا انيس بن قتادة الاوسي رضي الله عنه سيدنا اوس بن ثابت الخزرجي رضي الله عنه سيدنا اوس بن حولي الخزرجي رضي الله عنه سيدنا اوس بن حول الخزرجي رضي الله عنه سيدنا اياس بن اوس الاوسي رضي الله عنه سيدنا اياس بن بكير المهاجر رضي الله عنه سيدنا جبير بن ابي محاج بحير المجيري الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بجير بن ابي بجير الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بحاس بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا البراء بن معرور الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بسبسة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بشير بن البراء الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا بلال بن رباح المهاجر رضي الله عنه سيدنا تميم مولى خراش الخزرجي رضي الله عنه سيدنا تميم مولى بني غنم بن السلم الأوسي رضي الله عنه سيدنا تميم يعار الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثابت بن أرقم الأوسي رضي الله عنه سيدنا ثابت بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثابت بن خالد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثابت بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثابت بن حزال الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثعلبة بن حاتم الأوسي رضي الله عنه سيدنا ثعلبة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا سعدة بن غنمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا ثقب بن عمرو المهاجري رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله بن زياد رياب الخزرجي رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا جبار بن صخر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا جبر بن عتيق الأوسي رضي الله عنه سيدنا جبير بن إياس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن أنس الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن أوس بن رافع الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن أوس بن معاذ الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن حاتب الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن حزمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن حزمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن أبي حزمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن صمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن عرفجة الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن قيس الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن نعمان الأوسي رضي الله عنه سيدنا الحارس بن سراقة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا حارسة بن نعمان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا حاتب بن أبي بلتغعة المهاجر رضي الله عنه سيدنا حاتب بن عمرو المهاجر رضي الله عنه سيدنا الحباب بن المنذر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا حبيب بن أسود الخزرجي رضي الله عنه
سيدنا حرام بن ملحان الخزرج رضي الله عنه سيدنا حريث بن زيد الخزرج رضي الله عنه سيدنا الحسين بن الحارث المهاجر رضي الله عنه سيدنا حمزة بن حمير الخزرج رضي الله عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجر رضي الله عنه سيدنا خارجة بن زيد الخزرج رضي الله عنه سيدنا خالد بن البكير المهاجر رضي الله عنه سيدنا خالد بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا خباب بن الأرث الأرثي المهاجر رضي الله عنه سيدنا خباب مولى عتبة المهاجر رضي الله عنه سيدنا خبيب بن ياس الإساف الخزرج رضي الله عنه سيدنا خضاش بن قتادة الأوسي رضي الله عنه سيدنا خراش بن صمت الخزرج رضي الله عنه سيدنا خريم بن الفاتك المهاجر رضي الله عنه سيدنا خلاد بن رافع الخزرج رضي الله عنه سيدنا خلاد بن سويد الخزرج رضي الله عنه سيدنا خلاد بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا خلاد بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا خليد بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا خليفة بن عدي الخزرج رضي الله عنه سيدنا خنيس بن خذافة المهاجر رضي الله عنه سيدنا حوات بن المخيجب الأوسي رضي الله عنه سيدنا خولي بن أبي خولي المهاجر رضي الله عنه سيدنا ذكوان بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه عبيد الأنصاري الخزرج رضي الله عنه سيدنا دشمالين بن عبد بن عبد عمرو المهاجر رضي الله عنه سيدنا راشد بن المعلل الخزرج رضي الله عنه سيدنا رافع بن الحارث الخزرج رضي الله عنه سيدنا رافع بن أنفجة الأوسي رضي الله عنه سيدنا رافع بن مالك الخزرج رضي الله عنه سيدنا رافع بن المعلل الخزرج رضي الله عنه سيدنا رافع بن يزيد الأوسي رضي الله عنه سيدنا ربيعي بن رافي الأوسي رضي الله عنه سيدنا ربيع بن ياس الخزرج رضي الله عنه سيدنا ربيعة بن قثم المهاجر رضي الله عنه سيدنا رحيلة بن ثعلبة الخزرج رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن الحارث الخزرج رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن رافي الخزرج رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله عنه سيدنا رفاعة بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا زياد بن سكن الأوسي رضي الله عنه سيدنا زياد بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا زياد بن ربيعة الخزرج رضي الله عنه سيدنا زيد بن أسلم الأوسي رضي الله عنه سيدنا زيد بن حارثة المهاجر رضي الله عنه سيدنا زيد بن الحارث الخطاب المهاجر رضي الله عنه سيدنا زيد بن المزين الخزرج رضي الله عنه سيدنا زيد بن ربيعة الخزرج رضي الله عنه سيدنا زيد بن معل الخزرج رضي الله عنه سيدنا سالم بن عمير الأوسي رضي الله عنه سيدنا سالم مولى أبي حذيفة المهاجر رضي الله عنه سيدنا سائب بن عثمان بن الملعون المهاجر رضي الله عنه سيدنا سبرة بن فاتك المهاجر رضي الله عنه سيدنا سراقة بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا سراقة بن كعب الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن خولة المهاجر رضي الله عنه سيدنا سعد بن حسمة الأوزي خصيمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا سعد بن زيد الأوسي رضي الله عنه سيدنا سعد بن ربيع الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن سعيد الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن سهل الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن عبادة الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن عبيدة الأوسي رضي الله عنه سيدنا سعد بن عثمان الخزرج رضي الله عنه سيدنا سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه سيدنا سعد مولى حاتم المهاجر رضي الله عنه سيدنا سفيان بن نصر الخزرج رضي الله عنه سيدنا سلمة بن أسلم الأوسي رضي الله عنه سيدنا سلمة بن ثابت الأوسي رضي الله عنه سيدنا سلمة بن سلمة الله سلامة الأوسي رضي الله عنه سيدنا سليط بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا سليط بن سليم بن الحارث رضي الله عنه سيدنا سليم بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا سليم بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا سليم بن ملحان الخزرج رضي الله عنه سيدنا سماك بن سعيد الخزرج رضي الله عنه سيدنا سنان بن صيف الخزرج رضي الله عنه سيدنا سنان بن أبي سنان المهاجر رضي الله عنه سيدنا سهل بن حنيف الأوسي رضي الله عنه سيدنا سهل بن رافي الخزرج رضي الله عنه سيدنا سهل بن عتيق الخزرج رضي الله عنه سيدنا سهل بن قيس الخزرج رضي الله عنه سيدنا سهيل بن وهب الخزرج رضي الله عنه سيدنا سهيل بن وهب المهاجر رضي الله عنه سيدنا سهيل بن رافع الخزرج رضي الله عنه سيدنا سواد بن زبي رزين الخزرج رضي الله عنه سيدنا سواد بن عزية الخزرج رضي الله عنه سيدنا سويب بن المهاجر الحرملة المهاجر رضي الله عنه سيدنا شجاع بن وهب المهاجر رضي الله عنه سيدنا شريك بن أنس الأوسي رضي الله عنه سيدنا شماس بن عثمان المهاجر رضي الله عنه سيدنا صبيه مولى أبي العاص المهاجر رضي الله عنه سيدنا صفان بن وهب المهاجر رضي الله عنه سيدنا صيفي بن سواد الخزرج رضي الله عنه سيدنا صهيب بن سنان المهاجر رضي الله عنه سيدنا اللحاق بن عارس المهاجر رضي الله عنه سيدنا اللحاق بن عبد عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا لبرة بن عمرو الخزرج رضي الله عنه سيدنا طفيل بن حارث المهاجر رضي الله عنه سيدنا طفيل بن مالك الخزرج رضي الله عنه سيدنا طفيل بن عمان الخزرج رضي الله عنه سيدنا طليب بن عمرو المهاجر رضي الله عنه
سيدنا عاصم بن ثابت الأوسي رضي الله عنه سيدنا عاصم بن عتيق الأوسي رضي الله عنه سيدنا عاصم بن المعيكر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عاصم بن قيس الأوسي رضي الله عنه سيدنا عاقل بن البكير المهاجر رضي الله عنه سيدنا عامر بن ربيعة المهاجر رضي الله عنه سيدنا عامر بن أمية الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عامر بن بكير المهاجر رضي الله عنه سيدنا عامر بن سعيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عامر بن سلمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عامر بن فهير الفهيرة المهاجر رضي الله عنه سيدنا عامر بن مخلد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عامر بن سكن الأوسي رضي الله عنه سيدنا عباد بن بشير الأوسي رضي الله عنه سيدنا عباد بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عبيرة الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن جحش المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن جد الخزرج رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن حمير الخزرج رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن ربيع الخزرج رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن رواحة الخزرج رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن زيد الخزرج رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن سراقة المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن سلمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن سهل الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن سهيل المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن شريك الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن فطارق الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عامر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عبد المناف الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عرفجة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمير رضي الله عنه سيدنا الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن كعب الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مخرمة المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن ملعون المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن نعمان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن مان بن جبير الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبد الرب بن هيكل الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن حسان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبس بن عامر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عيد بن معاص المهاجر رضي الله عنه سيدنا عبيد بن أوس الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبيد بن التهياني الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبيد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عبيد بن أبي عبيد الأوسي رضي الله عنه سيدنا عبيدة بن الحارث المهاجر رضي الله عنه سيدنا عتبان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عتبة بن ربيع الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عتبة بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عتبة بن عزوان المهاجر رضي الله عنه سيدنا عثمان بن الملعون المهاجر رضي الله عنه سيد العجلان بن نعمان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عدي بن ابي الدرغ وابي الزغباء الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عصمة بن حسين الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عصيمة بن الاشجعي الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عتية بن نويبرة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عقبة عامر الأوسي رضي الله عنه سيدنا عقبة بن عثمان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عقبة بن وهب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عقبة بن وهب المهاجر رضي الله عنه سيدنا عكاشة بن محسن المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمار بن ياسر المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمارة بن حزم الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمارة بن زياد الأوسي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن ياسر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن الجمحوه الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن الحارث المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمرو بن الحارث الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن سراقة المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمرو بن ابي سرح المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمرو بن طلق الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن معبد الاوسي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن معاذ الاوسي رضي الله عنه سيدنا عمرو بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمير بن حرام الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمير بن الهوام هوام الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عمير بن عوف المهاجر رضي الله عنه سيدنا عمير بن ابي وقاص المهاجر رضي الله عنه سيدنا عوف بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه سيدنا عويم بن سعيدة الأوسي رضي الله ساعدة الأوسي رضي الله عنه سيدنا عيال بن زهير المهاجر رضي الله عنه سيدنا غنام بن الخزرجي رضي الله عنه سيدنا الفاقه بن البشير الخزرجي رضي الله عنه سيدنا فروة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا قتادة بن نعمان الأوسي رضي الله عنه سيدنا قدامة بن ملعون المهاجر رضي الله عنه سيدنا قطبة بن عامر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا قيس بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا قيس بن محسن الخزرجي رضي الله عنه سيدنا قيس بن مخلد الأوسي رضي الله عنه سيدنا كعب بن حماز الخزرجي رضي الله عنه سيدنا كعب بن زيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا لبدة بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مالك بن أبي الخولي المهاجر رضي الله عنه سيدنا مالك بن الدخشم الخزرجي
الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مالك بن ربيعة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مالك بن رفاعة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مالك بن عمرو المهاجر رضي الله عنه سيدنا مالك بن قدامة الأوسي رضي الله عنه سيدنا مالك بن مسعود الخزرجي رضي الله عنهم سيدنا مالك بن عمي بن الأوسي رضي الله عنه سيدنا مبشر بن عبد المنذر رضي الله عنه سيدنا المنذر بن زياد المخزر رضي الله عنه سيدنا محرر بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معز بن الأضرة المهاجر رضي الله عنه سيدنا محمد بن مسلمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا ميدلاج بن عبد المهاجر رضي الله عنهم سيدنا مرسد بن أبي مرسد المهاجر رضي الله عنه سيدنا مستر بن أساس المهاجر رضي الله عنهم سيدنا معاذ بن الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مسعود بن الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مسعود بن رفاعة المهاجر رضي الله عنه سيدنا مسعود بن زيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مسعود بن سعد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا مسعود بن عبد السعيد الأوسي رضي الله عنه سيدنا مصعب بن عمير المهاجر رضي الله عنه سيدنا معاذ بن جبل الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معاذ بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معاذ بن سمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معاذ بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معاذ بن معيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معبد بن عباد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معبد بن قيس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معتب بن عبيد الأوسي رضي الله عنه سيدنا معتب بن أوف المهاجر رضي الله عنه سيدنا معتب بن قويس سيدنا معتب بن قشير الأوسي رضي الله عنه سيدنا معقل بن منذر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معبد بن حارث المهاجر رضي الله عنه سيدنا معن بن أدي الأوسي رضي الله عنه سيدنا معن بن يزيد المهاجر رضي الله عنه سيدنا معبد بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه سيدنا معبد بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا المقداد بن الأوسي المهاجر رضي الله عنه سيدنا مليل بن أبرة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا المنذر بن عمر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا المنذر بن قدامة الأوسي رضي الله عنه سيدنا المنذر بن محمد الأوسي رضي الله عنه سيدنا مهجر بن صالح صالح المهاجر رضي الله عنه سيدنا نضر بن الحارث الأوسي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن أرجع أخرجه المخازر رضي الله عنه سيدنا النعمان بن سنان الخزرجي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن عمرو عبد عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا النعمان أبي الحزمة الأوسي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن أسر الأوسي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه سيدنا النعمان بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا نوفل بن نوفل بن عبد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا هاني بن نيار الأوسي رضي الله عنه سيدنا هميل بن أبرة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا هلال بن المعلى الخزرجي رضي الله عنه سيدنا واقد بن أبي عبد الله المهاجر رضي الله عنه سيدنا ودقة بن ياس الخزرجي رضي الله عنه سيدنا وديعة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه سيدنا وهب بن سعد المهاجر رضي الله عنه سيدنا وهب بن أبي صرح المهاجر رضي الله عنه سيدنا يزيد بن أخرس المهاجر رضي الله عنه سيدنا يزيد بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه سيدنا يزيد بن خدام الخزرجي رضي الله عنه سيدنا يزيد بن القيس المهاجر رضي الله عنه سيدنا يزيد بن سكن الأوسي رضي الله عنه سيدنا يزيد بن المنذر الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي أيوب الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي العوال الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي هبة الحارث رضي الله عنه سيدنا أبي هبة بن ثابت الأوسي رضي الله عنه سيدنا أبي هبة بن حنة بن المالك الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي حبيب بن زيد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي حذيفة بن عتبة المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي الحسن الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي خارجة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي خلاد الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي حزيمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي داود الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي دجانة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي صبرة المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي سليط الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي سلمة المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي سنان المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي الشيخ الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي سرمة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي اللحى اللياح أوسي رضي الله عنه سيدنا أبي طلحة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي عقيل أوسي رضي الله عنه سيدنا أبي قطادة الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي قيس بن معل الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي قبسة المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي لبابة الأوسي مهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي مخشي المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي مرسل المهاجر رضي الله عنه سيدنا أبي مسؤول البدري الخزرجي رضي الله عنه سيدنا أبي مليل الأوسي رضي الله عنه سيدنا أبي الهيثم الأوسي رضي الله عنهم سيدنا أبي اليس الخزرجي رضي الله عنهم رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله
தவசல்லாபி பிஸ்மில்லாஹ் வபில்ஹாதி ரசூலில்லாஹ் வகுல்லி முஜாஹிதில்லாஹ் வஅஹ்லில் பதிரி யா அல்லாஹ் ஸலாத்துல்லாஹ் ஸலாமுல்லாஹ் அலா தஹா ரசூலில்லாஹ் ஸலாத்துல்லாஹ் ஸலாமுல்லாஹ் அலா யாஸின் ஹபீபில்லாஹ் இலாஹி ஸல்லிமில் உம்மா மினல் ஆஃபாதி வன்னிக்மா வமின் ومن هم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي وكشف جميع أدية وسرف مقاعد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس القربى عن العاسين والعتبى وكل بلية ووفى بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كم عينيت وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد لاقت على القلب جميع الأهل مع رهبي فأنجي من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لدينا طالب الرفد وجل الخير وسعد ووسع من
حتى الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة. يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي. أيا ملماتي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي واكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساحة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي أنت ذو لطفي وذو فضلي وذو عطفي. وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على نبي البر بلا هد ولا حسر وآل سادة الغر وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا. وكلنا يا ربنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. நன்மைகளெல்லாம் பெற்றிட குற்றங்களெல்லாம் நீங்கிட சுவனத்தில் ஒன்றாய் சேர்ந்திட பதிரிங்களே துணரப்பனா. இல்லல்லாஹோ. லா இலாஹா
മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് കടമേറ്റി സന്തോഷിക്കവും കുടുംബത്തിൽ നന്മയി ചെയ്യവും ഹൈറാന പാതയിൽ നടക്കവും ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സലാത്തും ദീനും സയ്യിദ ബദരീങ്ങളെ തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് ഭാഗ്യം കിടത്തിട വീട് നല്ലതായി അമിട പ്രസവത്തിൻ കഷ്ടം നീങ്ങിട ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് ബഷറും ഷുഗറും വലികളും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവതും ശിഫ തന്നെ നീടിത്ത ആയിലും ബദരീങ്ങള തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് വ്യാപാര വ്യവസായത്തിലും ചെയ്യും വേലയിലും ബദരീങ്ങളിൽ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായാറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാലും ആപതും ദാനങ്ങളും മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളിൽ ബറകത്തിനാൽ യമൈകാക്കും യാ റബ്ബനാ എല്ലാ ബലാലും ആപത്തും തടങ്ങളും മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമൈകാക്കണം യാ റബ്ബനാ എല്ലാ ബലാലും ആപത്തും തടങ്ങളും മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ യമൈകാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് വീണ ദൃഷ്ടി മുഴുവതും എല്ലാവിധ വ്യാധികളും ബദരീങ്ങളിൽ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് മുത്തേരം താഗം വന്നതു ഇബ്ലീസ് മൂസയെ കാട്ടിടും അവനെ തുരത്തിട ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ മൗത്തിനേരം ദാഹം വന്നതും ഇബ്ലീസ് മൂസയെ കാട്ടിടും അവനെ തുരത്തിട ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ മൗത്തിനേരം ദാഹം വന്നതും ഇബ്ലീസ് മൂസയെ കാട്ടിടും
அவனை துரத்திட பதிரீங்களால் துணரப்பனா லா இலாஹா இல்லல்லாஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹு முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ரம்ப மலரான முத்தினே பியோடே ஹலரத்தில் சென்னீட எங்களுக்கு தௌஃபீக் ஏ அல்லாஹ் வஹல்லில் குப்பத்தில் அல்ராயில் குப்பத்தி செய்யிரில் கௌனைனி அஃதல குர்ரத்தல் ஐனைனி ஆரம்ப மலரான முத்து நபியோடு ஹலரத்தில் சென்னிட எங்களுக்கு தௌஃபீக் ஏகல்லாஹ் வாஹல்லில் மௌலிதி குர்ரத்தில் ஐனைனி அஷ்ராஃப் ஹல்கில்லாஹ் அஹ்மத தாஹா ரசூலில்லாஹ் ஆரம்ப மலரான முத்து நபியோடு அலரத்தில் சென்றிட எங்களுக்கு தௌஃபீக் ஏகல்லாஹ் மல்ஜாவா மஞ்சாவா முர்தாஹல் முஸ்தாகி இப்பச பலைனி அஜமல கைரல் பரிகைனி தாஹாவா யாசின் வாமிம் நபியோனா உன்சுல் வாரிபீனா அபியல மௌல சாலிஹீனா ஆரம்ப மலரான முத்து நபியோடு ஹலரத்தில் சென்னிட எங்களுக்கு தௌஃபீக் ஏகல்லாஹ்